انا فاش اكتشفت الاصابه ديالي وانا كان عندي شهر، طبعا الناس اللي فاش درت التحليله وجهوني للمستشفى. من بعد فاش توجهت للمستشفى كانت واحد العنايه انني خصني ناخذ تريتمون على حساب الجنين ديالي انه باش ما يتصابش بالفيروس. والحمد لله انني فاش خديت التريتمون ديالي جبت الابن ديالي الحمد لله انه غير مصاب. خص المجتمع انه يدعم هاد الناس، يدير يديهم في يد هاد الناس المصابين باش يوقف هاد الفيروس. المجتمع ما كيتقبلش هاد الاشخاص، يعني كيجي بحال شي وحش كيستاهل داك المرض، شي واحد هو غلط، شي واحد لي يعني كيكون ديما اللوم عليه، يعني كيستاهلوا، ما كاينش الدعم نهائيا. وهاد الاشخاص المتعايشين الحمد لله راه كاين الدواء، كاين يعني راه فاش كياخذ هاد الانسان المصاب فاش كياخذ الدواء ديالو راه كيعيش حياه عاديه وطبيعيه من غير اللي كتقتلو هو النظره ديال المجتمع. لان مهم الدعم النفسي مهم لهاد الاشخاص المتعايشين، مهم بزاف.